جميلة إن شاء الله، كل كلامكم وأمثالكم حكم. مشاهدينا إذا الآن نروح إلى الموضوع المتعلق بفقرة حدث وحديث لنهار اليوم، منذ بداية وانطلاق موسم الاصطياف 2018 سجلنا الكثير من حالات الغرق في الشواطئ، في السدود وفي الأنهار. نتعرفوا أكثر حول هذا الموضوع ضيفنا لنهار اليوم بعد هذا الفصل. إذن أرقام مخيفة كشفت عنها مصالح الحماية المدنية خلال الساعات الأخيرة بخصوص الحوادث المسجلة أو حوادث الغرق المسجلة في الشواطئ في السدود والبيرك عبر مختلف ولايات الوطن. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد رابح محي الدين من خلية الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية. صباح الخير سيدي. صباح الخير أخ محمد، صباح الخير الجمهور الكريم. بعد غياب طويل كنت يعني من الضيوف اللي توفدوا بكثرة على البرنامج. سنعاود الكرة إن شاء الله. يلا هكا باش السادة المشاهدين راح يستفادوا من كل هذه النصائح. إذا راح تكون عندنا فقرة مرتين أسبوعيا مع مصالح الحماية المدنية باش في كل مرة نحكي حول موضوع معين ونقدموا نصائح لكل السادة المشاهدين. قبل يعني ما ندخلوا في الموضوع نتابعوا هذا التقرير ونحو. هروباً من لفحات الشمس الحارقة والحرارة القاتلة التي ألهبت أجسادهم الهزيلة، هذه وجهتهم. الغرق في الجزائر لا يحدث في شواطئ الشمال فقط، بل يترصد أبناء الولايات الداخلية، والحصيلة مرتفعة ومريرة، لأن الموت هنا يحصد أرواح أناس بسطاء لم تمكنهم الظروف من التنقل إلى شواطئ ساحل الجزائر العريض. التدفق نحو السدود أو البرك المائية والسواقي حتى الآبار حل آخر في غياب البديل وعدم توفر المسابح، حيث يلجأ الأطفال والشبان خاصة قاطنو القرى والأرياف بالبلديات الجنوبية إلى هذه الأماكن الخطرة حتى وإن كان الثمن حياتهم، فيغامرون بأرواحهم بحثاً عن الاستجمام. مياه ضحلة وبرك غير محددة المعالم تترصد طالب الاستجمام المغلوبون على أمرهم، الهاربون من لفح الشمس وشقاء الجيب، ولسان حالهم يقول المهم نعوم رغم ما ينجر عن هذا من عواقب وخيمة. الحال هذه مع بداية كل موسم اصطياف وفي غياب البديل، فسرعان ما تتحول المتعة إلى مأساة، وفي ظل صمت السلطات المحلية يبقى الموت في البرك والسدود قدراً يطارد أطفال هذه المناطق. إذن كان هذا تقرير لزميلتنا سارة مبارك. بداية السيدة رابح محي الدين، إلى غاية اليوم 8 جويلية كم يعني حصيلة الغرقة عبر مختلف مناطق الوطن؟ شكرا الأخ، نتأسف بالرغم أنه شهر جوان ما كانش شهر يعني الاصطياف، كان شهر رمضان، كانت الطقس يعني ماهوش حار، إلا أنه مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا مسجلين 23 حالة وفاة في الشواطئ، 336 حالة وفاة ما بين البيرك والأودية، ارتفاع يعني بالمقارنه مع السنه الماضيه. يعني 36 في البرك والاوديه و23 في الشواطئ ككل، يعني عندنا 59 حاله غرق. يعني موسم الاصطياف بدا يوم 24 او 22 جوان، يعني ما عدناش 10 ايام ولا بالفعل 14 يوم اللي بدينا، عدد رقم كبير يعني بالفعل 50. وحتى انه هذه السنه حسب الدراسات تاع الارصاد الجويه راح يكون الصائفه يعني حاره،
مع الأسف الشديد دائما نتأسف. وإذا كان تحدثنا بلغة الأرقام قلنا في الشواطئ 23 حالة وفاة جلهم في الشواطئ الممنوعة بها السباحة. لا طالما تحدثنا وقلنا أن السباحة في الشواطئ الممنوعة بها السباحة سباحة خطيرة، لماذا منعت؟ هناك لجنة ولائية تدرس يعني الشواطئ هذه على مستوى الوطن، كاين 522 شاطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية. هذا السنة تم فتح 417 شاطئ، بالمقارنة مع السنة الماضية كان 373. هناك زيادة بطبيعة الحال بعد ما يعني عبدوا الطريق ووصلوا الطريق للشواطئ، يعني تهيئة هذا الشاطئ. احنا وجب على المواطن ان يدرك جيدا لماذا منعت هذه الشواطئ، لانه هذه 23 حالة وفاة فيهم حوالي 18 حالة وفاة في الشواطئ الممنوعة بها السباحة. ممنوعة بها السباحة لماذا؟ وجب على المواطن الأصل الجزائري أن تدري. الحين بلك يكون فيه تيارات يعني الكرة ويجب. لا التيار هذا. تكون مناطق صخرية يعني. مناطق التيار موجود في الشواطئ المسموح بها السباحة، هذه راح نتطرق لها. عندنا الشواطئ الممنوعة بها السباحة شواطئ صخرية. يعني ليروشي يعني. ليروشي. أغلب الشباب الجزائري يحبوا يروحوا ليه. ولكن ليروشي تحت الماء، هذا هو الإشكال، أنه بمجرد ما يرمي الإنسان نفسه يجد نفسه أنه فاقد الوعي ومجروح والنهاية تكون محتومة، لأن الحياة تحت الماء لا تتعدى 3 دقائق، حياة ب3 دقائق. وجب على المواطن خاصة الأسر الجزائرية اللي راهي تدي الأولاد تاعها، ونحن في هذا الظرف يعني اللي يعرف البحر راه شرقي يعني راه متهول، والبحر كيفاش يعني العلاقة كيفاش يكون شرقي، ربما يكون 3 أيام 6 أيام 9 أيام حتى 21 يوم. هاي اليوم 3 أيام هو شرقي، السماء راه يزيد مازال 6 أيام وممكن يزيد. دونك الأسر الجزائرية حذاري ثم حذاري. الأطفال، والله البارحة كنت في يعني في الشواطئ الجزائرية يعني شفت ظاهرة سلبية. الأسر الجزائرية لا تبالي، يعني قاعدين يأكلوا أولادهم الصغار لا يتعدوا 4 سنوات 5 سنوات تاركينهم بمفردهم. يعني هذه ولات ظاهرة يعني انه اللي هو بمجرد انه يوصل الشاطئ يخليه يعني وكانه كاين حراس وملح يعسوا ويد وداخل. هذه محمد نقطه سلبيه. انا مازلني متذكر السنه الماضيه احد الاطفال لا يتعدى 6 سنوات في ولايه جيجل من ولايه الداخليه الشرقيه، والله بصريح العباره الاسره الجزائريه بعد ما رفد بنو ميت قال وكيفاش واش نقول ليماه انا اليوم. يعني هذه الظاهره حذاري الاسره الجزائريه، راه البحر ما يرحمش. حتى ايضا كاين بعض الناس اليوم جا البحر عادي غدوه يسيبوا مهول ويسيب الوديان، كاين اللي يجهل ما معنى الاوديه. وحنا معظم الوفيات راهم من الولايات الداخليه، يجي يعني يرمي نفسه ربما يعوم فوق الماء، ولكن بمجرد انه يوقف ما يعرفش التقنيات يجد نفسه انه الواد مشى داه الواد. هذه الاخطاء اللي ترتكب. نتموا في سامحني فقط هذه فيما يخص الشواطئ، يعني الشواطئ يعني الشاطئ معروف يعني طريقه السباحة فيه، لكن ربما الكثير يتسألوا من السادة المشاهدين اللي يتابعوا فينا يقول لك يعني كيفاش يعني يقدر يغرق في الواد ولا يغرق في السد ولا في البحيرة ولا مثل ما شاهدنا في الصور. احنا اذا كان قلنا انه شواطئ محروسة موجود أعوال الحمية المدنية وراه الناس تعرض أنفسها وقت تعرض أنفسها قبل أوقات العمل، قبل 9 صباحا، لأنه أوقات العمل من 9 صباح حتى 7 العشية. وأحيانا أعوال الحمية المدنية في بعض ولايات الوطن وين يشوفوا يعني المصطاف بكثرة يوصلوا حتى 9 الليل، يعني حفاظا على المصطاف الجزائري. ولكن الأدهى والأمر احنا قلنا المشاكل اللي توقع خارج أوقات العمل وراه توقع في الشواطئ الممنوعة بها السباحة. إذا قلنا ممنوعة بها السباحة سنتطرق إلى الأحواض والبرك. أنا نحب نتحدث عن النقاط المهمة. قلنا أنه شواطئ صخرية، شواطئ ملوثة، شواطئ بعيدة، يعني ما عندهاش مسلك حتى سيارة الإسعاف مستحيل توصل. وإحنا قلنا حياة الإنسان تحت الماء ما تعداش 3 دقائق، يعني وجب على الإنسان أن يدرك جيدا أنه تحت الماء حياة ب3 دقائق. هذه هي، أنه مجرد أنه تغفل على شخص 3 دقائق وقضي الأمر، سيصبح من سكان المقابر. بينما إذا تحدثنا عن الحصيلة أنه أغلب الولايات الداخلية فيها السدود فيها البرك فيها الوديان، حقيقة الأمر أنه الطفل الجزائري في الآونة الأخيرة اللي ولا يعشق السباحة. لكن تقريبا من 2007 2008 يعني اليوم انا في 10 سنوات، وفي كل مره يعني في كل موسم اصطياف نفس المشكل، غرق الاطفال في السدود والبرك والحواض. بالفعل اخ محمد احنا قلنا في الاونه الاخيره 10 سنين، لانه قبل 2007 ولا 2006 ما كانش هذه الظاهره السلبيه، ما كانش توافد الاهالي على البرك. احنا الاخطاء اللي لكن مع التغييرات، سامحني، مع التغييرات المناخيه يعني وارتفاع درجات الحراره
الطفل لما يكون في ولايه داخليه يعني يشوف بالك بركه صغيره تاع ما كيما نقولوا يحب يعني. والله يا محمد اسال سؤال المواطن الجزائري، ما تقول في السكان اللي يسكنوا في السواحل ويعوم في الفوارات؟ ماشي ظاهره سلبيه ولينا نعيشوها؟ هاو الشط يعني شاطئ امامه، ربما هي تولي الامكانيات، لانه حتى اليوم يعني اذا حكينا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجزائريين، حتى اليوم يعني الخروج الى الشاطئ ولات عنده تكلفته، خصوصا يعني مع نعرفوا احنا الشاطئ مجاني، لكن في الجزائر لما تكون داخل الشاطئ يعني اقل شيء انك تدفع 150 الف تتغير الامور، الباراسول والباركينج وغيرها، ما ندخلوش في التفاصيل في هذه التفاصيل، احنا ما يهمنا اليوم، لكن اليوم ربما نعود نولوا الى نقطه يعني باش نوجه نصائح للامهات الاباء اللي هم يتابعوا فينا في الولايات الداخليه ودائما اطفالهم ولا اولادهم يروحوا يعني يعوموا في الاحواض والبرك والسدود، كاين اللي يقول لك على كيفاش حتى يغرق وليدي في البركه ولا البحيره مادام انه هي ماشي غامقه بالك الارتفاع تاعها يكون متر زيد. الفرق ما بين البحر والبرك انه البحر ما يمشي، بينما البركه خاصة الأخطاء اللي ترتكب من طرف الفلاحين من طرف بعض المؤسسات أنها تحفر حفرة بطول 5 متر يعني عمق حوالي 6-7 أمتار ويتركها بدون سياج. هذه الأخطاء اللي ترتكب، ونحاول ونوجه نداء لرؤساء البلديات، رؤساء الدوائر، ولما لا رؤساء الولاية الولاد، ولما لا يديروا يعني لجنة تتفقد كل البلديات وتروح تعاين هذا الحفر العشوائية. لماذا هذه البحيرات العشوائية؟ لماذا؟ هذا هو المواطن مثلا، أنا نتأسف وين في ولاية البليدة عندها حوالي 15 يوم فقدنا توأم، وهذه الظاهرة اللي أنا عايشينها السنة الماضية مازالني متذكر، ولاية تيرت بلدية فرندا 3 من عائلة واحدة، طفل 11 سنة 7 سنين 4 سنة 5 سنوات يعني، وحنا ما عندناش هذه نفس الإنسان أيا كان، كاين اللي يقول لك كيفاش خوها غلق يروح يجيبه، هذه سبحان الله الأخ تاعه مهما كان طبيعية يعني، طبيعية كما صارت هذا هو الرفلكس راح يكون بالفعل. اذا لكن ربما نعاودوا نطرحوا السؤال يعني الاولياء وين راهم؟ انا قلت عدة مرات الاولياء مسؤوليه الاولياء، مسؤوليه المصالح المعنيه في البلديات، كيف الناس تحفر الحفر هذه العشوائيه الفلاحين المؤسسات ويتركوها. ما الفرق بين البحر؟ نعاود نولي ما هي الاخطاء، احنا قلنا انه جل او معظم الناس ما تعرفش تعوم، ما بالك في البحر؟ البحر كاين الويدان، وكاين احيانا ما كانش الويدان، انه بعض المواطنين يسبح ومن بعد كي يوقف عادي يجد الرمل ما يجيش الواد عادي، ولكن في الحفر والبيرك والسدود الماء يعني جامد ان صح التعبير، ما ماهوش متحرك، وتكون هناك التربه الطين، والطين ما يرحمش، نقول اوحال اوحال يعني، بمجرد انه الطفل يعوم ومن بعد يوقف يعني رجل واحدة في الوحل، مستحيل أنه إذا كان ما عندوش القدرة أو التقنيات أو فن السباحة كيفاش يعاود يخرج، كيفاش يعاود يهبط تحت الماء، ربما يساعد الرجل تاعو هنا الإنسان يحوس كيفاش يتنفس، كيفاش يحوس غير على الهواء. هي كاين تقنيات انه في حال، لكن ربما يا سيدي ما احنا ما نتعلموش هذه التقنيات يعني، ربما حتى وان كان السلطات المحليه ما عملتش مسابح او وفرت، ولا العائلات يعني ما كانش عندها انها باش تدي الطفل تاعها للشاطئ، لكن انه باش نضحيو بطفل في عمره 10 سنين 11 سنه ونخليه يروح يعوم في البركه، لا يا خويا دير له بسينه في البيت وخليه يعوم فيها، المهم انه سلامه والاخ محمد الظاهره هذه رانا نشاهدوها في كل سنه يعني، يفقدوا كاين اللي فقد 2 كاين اللي فقد 3 من ولادو السنه الماضيه، ولايه البيض ولايه نعامه ولايه تيارت، السنه هذه هنا في ولايه البليده، واصغرهم هذه السنه 7 سنوات، 7 سنوات واش المصير تاعو؟ ما يعرف، ما يعرفش، مستحيل هنا نحملوا المسؤوليه الاولياء تاعو. كيف انت طفل 6 سنين تخليه يقول لك هو مع الجوارين، هاو مشى مع الجوارين راح يعوم، يا اخي وين راح يعوم؟ راح ببركه، البركه ماهيش محل سباحه كما قلت، والله فكره جيده ولما لا، شوف نحاول كيما يقول لك نربي شويه دراهم نجيب باسينة ونحطها لاولادي، واش دي العمليه الاستجمام؟ حنا على ذكر الباسينة يعني كانت تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المسبح الباسينة اللي تكلف والي ولايه ميلا شخصيا بتدشينه، لكن مصيره كيفاش كان؟ يلا خلونا نتابع هذا التقرير. في ظل قلة المرافق أحياناً وانعدامها في الغالب، يلجأ الجزائريون لابتكار طرق للاستجمام تكون فريدة وربما غريبة أيضاً، ويبدع مواطنون في ابتكار مسابح مختلفة الأحجام بتكاليف قليلة للمناطق البعيدة عن شاطئ البحر.
على غرار الولايات الصحراوية. هذا وصنع مسبح ميلا الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عملية التدشين التي حضرها الوالي شخصيا وأثارت سخرية المتابعين. وككل صيف يكتظ مسبح بلدية سيدي عيسى بالمسيلة بشباب فروا من حرارة الشمس ليجدوا أنفسهم أمام سيل بشري هائل شعاره عم وقف في مسبح وحيد بمنطقة يفوق تعداد سكانها الآلاف لإبعادهم عن خطر البرك والوديان التي تلتهم ضحاياها كل يوم. تفكير إيجابي أراد من خلاله هذا الشاب إسعاد أطفال المنطقة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة. إذن تقرير كان بتوقيع زميلنا يونس غماري. ربما السيد رمح محي الدين، يعني من ناحية التقنية من ناحية السلامة والحماية، هذه يعني المسابح البلاستيكية اللي راهي تباع يعني بأحجام متعددة وفي مختلف المساحات الكبرى، من ناحية التقنية يعني هي مسابح آمنة واحد ما فيهاش الخوف؟ بدراسة، لأنه كاين هناك مسابح ذات فيها حوالي 60 سنتيم كاين اللي 40 سنتيم، يعني حتى أنه الإنسان اللي يوضعها العائلة الأم تاعو راهي تشوف في الاخ تاعو ولا الاخرى يعاقب في بنو، ماهيش كيما الانسان. ربما السي ربع بيبي اليوم الصباح والاخر شويه ناشط، بكر ارفع شويه صوتك. يلا خلاص ما تجيبوا له كاس عصير باش هكا تطلع. والله احيانا نتاسف انا كي نشوف الاحصائيات هذه للأسف يعني. لكن احنا الهدف من هذه الفقرة أن نوعيه الناس فقط. أنت قلت أنه النقطة مهمة أنه الأم لازم تراقب أبنائها ولا الوالد، يعني حتى وإن درنا بسينا في الدار ولا ديناها للشاطئ ولا رحنا أي مكان، مراقبة الطفل نقطة. مسؤولية الأولياء. أنا نتحدث ونقول الولايات الداخلية حذاري، والأيام مازالها، مازال شهر جويلية، مازال أوت، مازال حتى سبتمبر السنة هذه تجيب بإذن الله يعني حار، حذاري ثم حذاري، يعني ما نتأسفوش يا يعني أمهاتنا أبائنا، ما نتحصروش نفقدوا أبنائنا ومن بعد نقولوا كان وكان. لا يا أخي، أنا نعاين المنطقة، نديروا رؤساء الأحوال الأحياء، نشوفوا هذا البيرك اللي راهي عشوائيا تحدثوا مع الفلاحين، تحدثوا مع المؤسسات، يا أخي أنا ندير سياج نحمي هذه المنطقة اليوم يموتوا الأبناء فيها. يا هل ترى، أنا نقولها بكل صراحة، لحد الآن 36 حالة وفاة بعد ما ماتوا هذ الأشخاص في نفس البركة. يا هل ترى كاش ما دراسة قاموا بها المصالح المعنية في هذه؟ من المفروض تكون هناك اللجنة لمعاينة هذه البركة، ما نعاودوش نتخبطوا في نفس المشكل. سبحان الله، إذا كان البار في الأمس القريب توأم في البليدة، رانا مازال العملية مازالها مفتوحة. احنا نتمنى إن شاء الله نحبسوا في الإحصائيات هذه 36 شخص، ولكن 36 شخص ما بين 7 سنوات و 18 سنة، شباب كلهم صغار. نتمنى إن شاء الله أنه الرسالة وصلت، وإحنا في برنامج الشروق مورنيك حتكون دائما في هذه الفقرة التوعوية الخدماتية لكل سادة المشاهدين وأيضا المصطفين ومرتدي الشواطئ من أجل أنه نقضي صيف آمن. شكرا كثير سيد ربح محي الدين من خلية الاتصال بالمدرية. ورانا نزيد نعود له أكيد هذا الأسبوع إن شاء الله نديروا عدد خاص علي جاتسكي. ايوه على الجسكي، يعني لا مشكله ايضا خطر في مختلف الشواطئ. يلا مشاهدينا نبقاو متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينج. ما تقولوش انه حكينا على اخبار ربما محزنه ومؤسفه، لكن الهدف هو التوعيه، ودائما نصحوا الساده المشاهدين خصوصا الاولياء نقول لكم عسوا اولادكم مليح. من صيف الجزائر روحوا الان الى اخبار الرياضه واهم ما يدور في الساحة الكروية وأيضا الساحة العالمية ومونديال. أخير عليكم، معكم بروك، وستحاوره الوافدة الجديدة على قناة الشروق وبرنامج الشروق مورنينج حبيبة محمودي. صباح الخير حبيبة وأهلا بك في بيت الشروق. صباح الخير زميلي محمد الفتح خوخي، صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أول عدد جديد يعني من ضيف المورنينج لهذا الموسم. نسعد باستضافة السيد مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية للحديث عن قضايا تخص قطاع الرياضة وقضايا أخرى صادفت مساركم المهني الطويل. البداية سيد براف، كرة القدم الجزائرية فقدت أمس أحد أعمدتها أو لاعب لكل الأوقات حسن للماس، ما تعليقكم سيد براف؟ الله يرحمه برحمة الله، فقدت الجزائر كاملة برحيل حسن للماس، وأنا كنت
على كل حال من الشبان اللي كنا نتبعوا حسن مرمص عندما كان لاعب وبطل الجزائر الرياضة الجزائرية وكرة القدم بصفة خاصة، ونقول بأن كنا ننتقلوا نتنقلوا للبالكور وين الاستاد يتساعده، وين الالماس كان مع الفريق سي ار بي كانوا ينطرينيو تما، الله يرحمه برحمة الله، وان شاء الله نتمنوا له الرحمة ونتمنوا ان شاء الله راه مكانه في الجنة ان شاء الله. ان شاء الله وتعازينا الخالصة لكل عائلة الالماس باسم كل عمال مجمع الشروق وعلى رأسهم المدير العام الأستاذ علي فضيل تغمده الله برحمته الواسعة. حبيبة الحوار اليوم راح يكون ملغم بأسئلة. نعم، في بعض الأسئلة ملغمة تتعلق بالمشاركة الجزائرية. نعم. الأخيرة، وأيضا كما قلت أنت المسار اللي كان مع السي مصطفى بيراف. وربما في البداية أنا كنت حابب يفضل اللي يحكينا على الخروج ومنتصر بعد الصراع مع الوزير السابق ولد علي. أنا فضلت يعني أول سؤال حيكون بالحدث الرياضي الهام الذي ستحتضنه الجزائر يعني بعد ثلاث سنوات من الآن، خاصة يعني مؤخرا استلمتم المشعل. السيد بيراف، استلام يعني فوز الجزائر باحتضان يعني هذه التظاهرة الذي سيكون بعد ثلاث سنوات، هل كان يعني بفضل العلاقة القوية التي تربطكم باللجنة الأولمبية أم لاعتبارات أخرى؟ هذا الاحتضان على كل حال تحصلنا عليه بتنسيق من كل الأطراف، نقدر نقول لك بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية أولا، لأنه هو اللي خذ القرار باش الجزائر ترشح روحها باش تحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأنا كنت سعيد جدا بهذا القرار لأن أنتم عارفين في 75 كنت لاعب دولي وشاركت في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، واليوم أصبحت مع الناس اللي كانوا في الواجهة باش تحصلنا على هذا الاحتضان، وكانوا الإخوان والأخوات نتاع الخارجية قاموا بواجب كبير، وولاية وهران وخاصة السي زعلان اللي هو كان والي آنذاك، وكل الإخوان على كل حال رحنا في هذا يعني كان في مجهود جماعي سيد بيراف. نعم، وكنا كرجل واحد متفاهمين وفريق واحد، الحمد لله تحصلنا على هذا الاحتضان هذا التظاهرة. نعم، بكل قوة وبنتيجة جد وإيجابية. بين صفاقس مدينة صفاقس التونسية. نعم نعم، وهما كانوا على كل حال احنا حبينا في الأول نديروا مفاهمة لأن هما مع هذا مع تونس الشقيقة، من بعد هما رفضوا قالوا نروحوا للانتخابات ونروحوا للمقارنة، خسروا وإحنا الحمد لله ربحنا وتحية الجزائر، الجزائر انتصرت ربما الانتصار الأكبر يبقى في التنظيم. حبيبة، الأجل فاصلة سيد بيراف يعني عن تاريخ تنظيم تظاهرة قصيرة، هل بإمكانكم يعني تحدثون عن الميزانية المخصصة لتظاهرة بهذا الحجم، ويعني آخر التحذيرات التي قامت بها اللجنة يعني من جميع النواحي خاصة من الناحية الأمنية؟ سيد بيراف، نقدر نأكد لك بأن فيما يخص وهران كل الإمكانيات موفرة وكل الشروط راهي موفرة، والسلطات العمومية والسلطات المحلية راهم قايمين بالواجب، الأيروبور المطار راه قايم، الناس راهي قايمة بالأشغال، يعني فيما يخص الطرق فيما يخص القرية الأولمبية القرية تاع البحر الأبيض المتوسط وين رايحين يعيشوا الرياضيين راهي في ظروف يعني جيدة. أنا نظن بلي الجزائر كما موالفين نكونوا جاهزين الوقت المناسب، ورانا نظن حتى اليوم رانا جاهزين ونقدروا نعملوا أحسن ما حتى من الناحية الأمنية سيد بيراف، حتى من الجانب الأمني يعني راكم جاهزين؟ رانا جاهزين من طرف الأمني، الجزائر راهي في يد أمنة، وانت عارفة بأن اليوم الحمد لله
من ناحية الأمنية الأمور راهي الحمد لله، نقدر نقول الحمد لله. ربما حبيبك أن تقصد يعني في يعني الخطة الأمنية، الخطة نعم الاستراتيجية تأمين التظاهرة يعني التظاهرة هذه، حتى ربما تجنيد الشباب يعني من مديرية شباب الرياضة من أجل يعني التنسيق لتنظيم التظاهرة. أقدر أقول لك كل الأمور هي موفقة والحمد لله. مدينة وهران وكل المواطنين والمواطنات نتاع المدينة راهم أعطينا أهمية كبيرة لهذا الألعاب، ونظن بلي عندما الجمهور والشعب يكون مضم الصرف الأمور تمشي بكل جدية الحمد لله. بالنسبة للميزانية سيد بيراف، يعني القيمة النهائية المخصصة يعني أو الغلاف المالي بصفة عامة، يعني الغلاف حاليا الغلاف المالي هو 70 مليون دولار، 70 مليون دولار، ونظن بلي ماهوش مبلغ ضخمة لكن هو مبلغ مميز، ونقول بأن فيما يخص الجانب نتاع المنشآت الأمور هي ماشية مسطرة وبكل صرامة. نعم سيد بيراف، هل تعتقدون يعني أن ولاية وهران يعني لوحدها يعني قادرة على احتضان التظاهرة، أم يعني ستستعينون ببعض الولايات المجاورة يعني؟ ولاية وهران قادرة والحمد لله، قلت لك باللي الأمور راهي تمشي بكل جدية والمنشآت راهي يعني ماشية، الأمور راهي موفرة، السلطات المحلية راهم قايمين بالواجب ونشكرهم بالمناسبة، وكانوا هما حاضرين في طرقون وين طلعنا مليح على التنظيم نتاع الإخوان الإسبانيين، طلعنا على كل شيء وسجلنا كل شيء باش نكونوا احنا كانا في نفس الظل ولا نديروا أحسن. الوزير الشبيبة والرياضة نشكره بالمناسبة بكل يعني جدية، قام بتعيين اللجنة تاع التنظيم تاع الألعاب والأمور هي ماشية الحمد لله. دائما في إطار التنظيم سيد بيراف، تحدثنا قليلا يعني عن بالنسبة يعني حفل الافتتاح، هل يعني ستستعينون بخبرة جزائرية أم تكون هناك خبرة أجنبية؟ ديما نستعملوا خبرة جزائرية، وإحنا عندنا خالد، عندنا ناس مشهورين عالميين. شكون الحفلة حيفتتحوا سيد بيراف؟ الحفلة مازال ما حددناش، لكن شاب خالد يعني في الأجندة. شاب خالد هو يعني كما نقولوا بطل في الموسيقى، نعم بدون شك هو راح يجاوب بالموافقة، لأن أنتم عارفين في كي كنا في الترشيح هو درنا سهرة في مدينة وهران، وهو الأول اللي قال أنا معكم، وإن شاء الله يكون ديما معنا إن شاء الله. هل هناك يعني من أسماء لامعة يعني وجهت إليها الدعوة سيد بيراف، وهل يعني سيحضر حفل الافتتاح رؤساء بعض الدول؟ إذا كان ممكن ذكر هذا ما هوش بالصلاحيات تاعي، على كل حال صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية بالضم اللي بدون شك راح يكونوا زملاء تاع الرئيس ويكونوا رؤساء. خلينا الرؤساء ما تقدرش تحكي لنا ماشي بصراحه، لكن الرياضيين ربما العالميين المشهورين بعض الاسماء العالميين يكونوا حاضرين، لانه حتى مثلا حتى بالنسبه للوقت اليوم عندنا الوقت باش نوجهوا الدعوات والناس تخطط. هل يعني اسماء محدده يعني راهي ظاهره يعني حاليا؟ كاين رؤساء الاتحادات الدوليه نتاع الالعاب الاولمبيه والالعاب اللي راح تكون في البرنامج نتاع الالعاب البحر الابيض المتوسط في وهران، كذلك رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه والشخصيات الدوليه عديده، شخصيات دوليه في الرياضه عديده، وان شاء الله مثلا هل بامكانكم ذكر بعض الاسماء يعني؟ الاسماء توماس باك هو
الرئيس نتاع الرياضه في العالم في لا هي, الرياضة. هي تحكي على ابطال سابقين. سي بيراف يعني اليوم راك دبلوماسي راهو جاوب واحد التحفظ يعني لا والله ما لا نهضر صح انا نهضر صح يلا نجيبوا لك قهوه باش لا لا لا, لا راني نهضر في الصح كيما موالف لا لا لكن التحفظ ربما ما حبيتش تحرق الاوراق لا لا انا مفتوح نتكلم بكل صراحه انا حابين يعني نذكر بعض الاسماء من هنا من بلاطو للمورنينغ سيد تكون عندنا حصريه يعني من هنا درك ثلاث سنين من قبل ما نقدروش نسبقوا الاحداث ونقول لك راح يجي بولي ولا راح يجي لكن نظن باللي في اللجنه تاع التنظيم اللي مترئسها معالي الوزير واللي سيد الوالي تاع وهران وانا رانا نواب راح ناخذوا قائمه لتشرف الجزائر. مارادونا يحضر لانه صديق الجزائر. مرحبا بك مرحبا بها. لا قولي لا يحضر هو تعصى مرحبا بها لكن رجعتوا للدعوة ما نقدرش نسبق لك قلت لك الأحداث لأن راهي ثلاث سنين مقبل إن شاء الله يكونوا أسماء كبيرة يعني. في الرياضة العالمية للأسف أرفض باش يا وسيم حبيبة يلا نروحوا إلى نقطة سؤال أخرى. سؤال آخر نقطة آخر. نعم زميلي محمد الفاتح سيد بيراف مشاركة الكيان الصهيوني في التظاهرة ما لا تزال مطروحة على في الساحة الرياضية ووسط الجزائريين يعني هل بإمكانكم إعطاء تصريح نهائي يعني في هذا الخصوص هل ستكون مشاركة صهيونية أم لا؟ ما تكونش لأنه ما مش أعضاء في البحر الأبيض المتوسط نعم. ما مش أعضاء مش ممكن باش تكون خاصة أن لكن هم متعودين على المشاركة في التظاهرات الألعاب الأخرى عندهم في البرنامج تاعهم باش يدخلوا في البحر في لجنة البحر الأبيض المتوسط لكن حاليا ماهيش وقتها وماهيش سؤال ماهوش مطروح لأن نقول لك علاه لأن الجمعية العامة الجاية الجمعية العامة تصدر كل عامين الجمعية العامة الجاية إن شاء الله تكون في الجزائر وهما حتى فيه يعني شروط وفيه انتخاب يعني حتى 2020 ما يقدروش يلتحقوا بال احنا عندنا الأغلبية في الجمعية العامة انا نقدر نقول يعني 2020 الجزائر ستكون سبب في عدم انضمام إسرائيل الى هما سؤال ماهوش مطروح لكن السيد بيراف هنا كانت فيه الجزائر يعني مؤخرا نظمت المنتدى الإفريقي وكان فيه تسلل كان فيه محاولة تسلل لإسرائيليين يعني كيف يعني ستتعاملون مع هكذا قضايا سيد بيراف؟ ربما مستبعد حبيبة حاليا أنه الأخر لكن نقطة أنه قلت أنت باش نوضحوها فقط السادة المشاهدين أنه في 2020 يعني الجزائر هي ستحتضن اللجنة الجمعية العامة 2021 يعني هي العضو الجديد يدخل في يكون مطروح في الجمعية العامة يطرح الترشيح نتاعو للجمعية العامة والجمعية العامة لازم تصادق بالأغلبية المطلقة دو تيار يعني ما نظنش باللي تقول عندهم حتى 2023 ويا ربي اذا ان شاء الله يعني من هنا في مشاركه بعد عندهم 25 واحنا ما عندناش يعني اكيد نروحوا يعني ما فيش ولا علاقات ولا بوادر لانشاء علاقات نروحوا الى نقطه اخرى حبيبه نعم دائما في اطار يعني العاب البحر الابيض المتوسط سيد بيراف الجزائريين اعتادوا يعني على اسماء محصوره في مشاركه يعني حسيبة أبو المرقة أو نوردين مورسلي أو نوريا بليدة مراح لكن هذه المرة التظاهرة ستحتضنها الجزائر على من تعولون هل هناك أسماء يعني ستشرف الجزائر يعني وتمكنها من الفوز بالذهب يعني وبالمراتب الريادية هما أبو المرقة وبليدة ومورسلي يعني الأسماء التي صنعت أفراح الجزائريين في الجمعية العامة وفي المكتب التنفيذي نعم. تاع اللجنة الأولمبية يعني أنا نظن باللي إن شاء الله يكونوا ميداليات ويكونوا رياضيين يعني في القيمة والوفد الجزائري يكون منتظر احنا ننتظر في الألعاب الأخيرة في طرقونة الإسبانية كان يعني تابعنا من خلال تصريحات اللاعبين والمشاركين حبيبة
أنه فيه غياب أو نقص تحضير عند مختلف الرياضيين الجزائريين، هل هذا ربما مشكل سيطرح أيضا في هذه الألعاب؟ نعم. وربما يتسبب أنه ككل مرة خلال السنوات الأخيرة تحصلوا على مراتب الأخيرة يعني؟ إن شاء الله إحنا نأخذ بعين الاعتبار هذا النقائص اللي عشناها وهذه التجربة السلبية اللي عشناها، وإن شاء الله نضمر وإحنا باش الرياضيين هادو يكونوا، أنا قلت هاد الرياضيين قيمة العسكر، لازم يكونوا عندهم السلاح باش يحاربوا من أجل الجزائر، وإن شاء الله نعطوهم السلاح اللازم ونعطوهم نوفروا لهم الشروط والأمور إن شاء الله. فيما يخص الميداليات، عندنا المواهب الشابة، عندنا يعني إمكانيات بشرية كبيرة، إن شاء الله نتحصلوا على نتائج إيجابية في 2021، وهذا على كل حال مفروض علينا، لازم. هل فيه تنسيق مع بعض الاتحاديات الرياضية سيد بيراف حاليا يعني؟ حنا اتصال مباشر حاليا، الحمد لله الأمور رجعت إلى مجالها، كانت قطيعة ولكن اليوم الحمد لله رانا أنا في ظل الخدمة المشتركة، وإحنا رانا في خدمتهم وفي على رأس القطاع، إيه وزير جديد ونتمنى له النجاح، هو راه قائم بالأشغال بكل جدية، وحنا رانا في الخدمة معه في خدمة الجزائر وفي خدمة الرياضة الجزائرية. على ذكركم الاتحاديات سيد بيراف، كاين هناك يعني بعض الأسماء يعني أو بعض الرؤساء قال لك يعني لا تستاهل أن تكون في هذا المنصب، يعني هل بإمكانكم ذكرها يعني؟ أنا لا نستهل في المنصب هذا ولا لا هو. بالنسبة لهذه الاتحاديات الرياضية، هذه شغل الجمعيات العامة نتاعهم. نعم. هما اللي لازم يختاروا بكل حرية الناس اللي راح يسيروا لهم أمورهم. أنتم عارفين إحنا رانا في بلاد ديمقراطية، يعني خيرنا نقولوا رانا في بلاد ديمقراطية. لكن سي بيراف يقال أنك أنت راك جاي في حملة انتقام من الناس اللي عرضوك وكانوا بجانب الوزير ولد علي خلال الأشهر القليلة. أنا ما عنديش التربية تاع الحقد وما نقدر يعني نعمل هادشي. الامر لكن كاين رؤساء اتحاديات لي الصفحه هذه قطعناها، وانا تعهدت بان حتى الاخوه والاخوات اللي معايا تعهدنا باش نخدموا من اجل الجزائر، ماشي باش نخدموا باش نكسروا الناس ولا يكسرونا الناس ولا يعني بدايه صفحه جديده يعني مع الاتحاديات. لا، علاقات طيبه والخدمه يعني راهي مشتركة. احنا رانا نقول لهم اللي عنده رياضي ولا اللي عنده بنفس يعني في نفس الظروف، الكارني دادريس نتاعنا مفتوح، فيه فريق نتاع جيماستيك راه في لونغري مع مساعدة اللجنة الأولمبية تاع لونغري، فيه فريق راه كل واحد اللي يطلب حاجة رانا معاه، وإن شاء الله إحنا متمنين هذه الأيامات إن شاء الله راح يكون اجتماع مع معالي الوزير وناخدوا إجراءات باش نساعدوا الرياضيين ونعطوهم كل الإمكانيات إن شاء الله، إمكانيات تاع الدولة ولا إمكانيات تاع اللجنة الأولمبية، إمكانيات الجزائر، إحنا في الخدمة. بعيدا يعني عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نعرج إلى بعض الأمور التي صادفت يعني صادفتموها طيلة مساركم ربما قبل المهني. هذا فقط نعم. حبيبة، فيها قضية أثرت الكثير من الجدل خلال أو من خلال الوفد الجزائري المشارك في ألعاب طرقونة، وفرار أو قيل فرار رياضية صبرين تملوت من فريق كرة الطائرة لقلب لحرقة يعني من إسبانيا راحت النيس ما حرقت ما ولد، يا بنت ناس ولازم نحترموها، جات اختها لا الحرقه ما راهيش عيب يعني، جات اختها ما هيش عيب على كل حال، هي رياضيه تاع المستوى العالي، لكن تخرجت يقال انه غادرت على الساعه الثانيه صباحا من معسكر المنتخب الوطني على يعني على قداش عزوج تاع الصباح. والله انا ما عندي انا طلبت من رئيس الوفد باش دير تحقيق، هي تكلمت معايا وقالت لي كان عندها الموافقه نتاع المدرب نتاعها ورئيس الاتحاد اللي كان موجود كرئيس الوفد نتاع الكره الطائره،
قلت له جدي حقي الى كيف صدرت الامور ان شاء الله بدي هدوء بكل موضوعيه. هل حتكون في عقوبات في حق المسؤولين اللي صرحوا لها انها تروح؟ لانه من المفترض إلا انه وراها في مشاركه جزائريه تولي الجزائر وبعد تعاود تطلع النيس. يعني احنا درك رايحين نحقوا في هذا. انا كلفت رئيسة البحث باش رئيسة البحث كلمتها باش تدير عرض حال وتاخذ كل الاجراءات وتطلب من توضيحات من المدربين ومن المسؤول الاول هو رئيس الاتحاديه. وان شاء الله في الاسبوع الجاي يعني يوم الخميس عندنا اجتماع على المكتب التنفيذي راح كلش بهدوء. يعني انا عارف بان باباها عطى الموافقه واختها هي اللي جات ادتها. تكلمت مع رئيسة البحث قالت لي عطاو لها التسريح لكن كما قلت كانت لازم راح تشوف تعاود ترجع. لا هي شاولت ربما يحب تربح البي صبرينا تمادوت انه قالت منها حجه وفرجه يعني يلا رحنا اليميني على ما نروحش نعقب يا مات عند اختي علما انه مازال ما جات للجزائر والفيزا تحت خلاص يوم 3 اوت 2018 بعد 3 اوت نعرفوا اذا ولات الجزائر ولا حرقت. يلا تفضل طالع الامور خير مني. يلا انا زدت لك معلومه تفضل لي حبيبه. نعم سيد براف قلنا يعني نعرج إلى بعض الأمور التي صادفت مساركم المهني الطويل. يعني في عام 2009 استقلتم من على رأس اللجنة الأولمبية بأمر من الوزير الأول أحمد ويحيى، واليوم يعني سيد براف يمارس نفس المهمة والوزير الأول يعني على رأس الجهاز التنفيذي. هل العلاقة بينكما يعني أصبحت سمنة على عسل؟ هذه على كل حال غلط. نعم. لأن السي أحمد ويحيى إذا كان ممكن توضح. نعم. الوزير الأول أخ ومحترم وأنا عندي علاقة جد وطيبة معه. ما لازم قاع الناس تعرف. وأنا استقلت بكل من كل حريه يعني. واحد ما لزم عليا باش نستقل في 2009. كان فيه بعض المعلومات بانك تلقيت مكالمه هاتفيه يعني جبرك من خلالها الوزير الاول انذاك باستقاله. لا 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 عمره ما طلب مني الاستقاله. انا طلبت منه باش يسرحني من الواجبات الرسميه نتاعي لان كنت عيان وتعبان وشفت بان الامور كانت ما كانش تمشي كما لازم الحال. ولو في 2020 ولا 21 ما نكونش انا يعني الجزائر ما تكونش في ظل واش نظن انا واش راني حاب واش راهم حابين الجمهور واش راه حابين الجزائريين واش راه حاب رئيس الجمهوريه يعني تتحصل على نتائج وتكون تبين وجه نتاع بلاد شبيبه نتاع الصح تاع ونتاع رجال اللي ماتوا على هذه البلاد. نزيد نستقل فيما يخصني لان 2009 طلعت على الامور وقلت بان الامور راهي ما تسمح لناش باش نديروا نتائج ولا باش نزيدوا نديفلوبيو السبور الجزائري. نعم دائما في ضمن العراقيل يعني او المشاكل التي صادفتكم دخلتم يعني الحبس الاحتياطي لمده 3 أشهر يعني ووضعتم يعني تحت الرقابه القضائيه بعد اتهامات وجهت اليكم من طرف اطار سامي في رئاسه الجمهوريه. هل يعني هذا الشخص ما لا يزال يمارس مهامه في الظرف الحالي؟ دخلت 3 شهور ونص للحبس. نعم. و3 سنين ونص تحت الرقابه القضائيه. نعم. والرقابه القضائيه اخي عارفه وشنو؟ ممنوع نجتمع وممنوع نطريس على اجتماع. نعم. وممنوع نخرج من الطراب الوطني لان كنت رئيس اللجنه الاولمبيه. ممنوع ندير اجتماع وممنوع يعني باش لكن الحمد لله في 1999 جاء سيد بوتفليقة اللي رجع شوية الأمور في ظل العدالة، والعدالة أخذت بكل جدية
القضية وعطتني البراءة وزدت داروا الطعن زدت اديت البراءة والحمد لله وانا فخور بهذا الشيء لان كنت من الاطارات اللي بالك توجهوا لهم التهمات وخرجوا بالبراءة تهمات عمومية على ما اظن يا ودي خليوها هذه خلوها على الله يلا قولي باك السجن اللي كنت فيه هذيك نعم السجن تاع بوفاريك ومن بعد بدلت طلعت البليده وخرجت 3 شهور ونص على كل حال ومن بعد قعدت تحت الرقابه القضائيه لكن الحمد لله حتى في السجن كان رجال وكانوا ناس دي جينوسون بارين والحمد لله على كل حال العدالة فوق الجميع وربي سبحانه هو كلش من اللي مكتوب من عند الله مرحبا به من يحيى إلى هذا المسؤول إلى الهادي ولد علي السيد بيراف كان هو آخر يعني وجه لكم اتهامات وكان أكد يعني وجود اختلالات في ميزانية اللجنة ماذا كان يريد يعني الهادي ولد علي من هذه الاتهامات من وراء هذه الاتهامات التربية تاعي ما تسمحليش باش تتكلم على إنسان على كل حال يكون كمل المهام نتاعو ونتمنى له النجاح حتى لما كان في مهام وكان حضر معنا في المورني كنت تتكلم بتحفظ كبير ونفيت وجود أي خلاف أنا والله من باب الصداقة أو من باب التربية ما نقدرش نتكلم على واحد راح نقول لك حاجة أن أنا درتها في إشهار في كل الجرائد هذه الميزانية اللي راه بيتكلموا عليها احنا سلفنا المبلغ هذا المالي سلفناه لان كان طالب من طرف انا ذاك رئيس الحكومة قال الميزانية راح تتعطل باش الرياضيين يحضروا روحهم ويروحوا للخارج وباش الطيارة وكل المصارف هذه كفلنا بالمصارف وطلبنا باش الرجوع بكل يعني الوثائق ورجعوا لنا المبلغ نتاعنا ومن بعد صبحنا قال لك لا المبلغ راه فيه كذا وفيه كذا معليش حنايا العائلة تاعكم ريو دي جانيرو لا ما ديتش اللي كانوا ها يعني الجماعة الكبانية شوف على كل حال لازم الناس تفهم بأن في الحركة الأولمبية واحد يحب يدي عياله نشوف كل الناس اللي المسؤولين اللي يشاركوا في الألعاب الأولمبية يشاركوا 20 يوم 25 يوم يدوا عيالهم معهم كل الناس يعني لازم الناس تفهم هذا الشيء لأن هذه من باب تربية واحد يجي عند في هذا جو في مهمة كيف جو عائلي المهم العائلي المهم أن هذا المرأة تاعو ولا ولاده ما تكونش على حزب اللجنة الأولمبية ولا على حزب الدولة هذه نقدر نقول لك باللي واحد ما كان على حزب اللجنة يعني الأولمبية هذه حرين ولا حزب الدولة كما هذا المرة كان داو ولادهم ولا من على حسابهم من عنالهم باش يطلعوا في الطيارة هذه الخاصة على كل حال لأن قلنا بركة الهضرة ولو يقدر يجي يحط ولاده في الطيارة خاصة كي تكون البلاصة ويخلص كما الصحفيين وجاو صحفيين لريو جاو لطاراكون كان في الطيارة كانت البلاصة طلعنا ناس ما خلصتش صحفيين معاونين ما راحوش صحفيين راحوا يخدموا يعني اطار مهمه حتى حارس المنتخب الاسترالي حبيبه السي مصطفى في هذا المونديال هو حب يجيب العائله تاعو جاب 21 شخص وجابهم كامل على حسابه الشخصي إيه لا يعني هكذا لازم يكون هذا مفروض هذا معك انا ما فيهاش نقاش اللي يحب يجيب فاميلته يجيبها على حسابه هذه حتى انا لو حبيت نجيب عيالي نجيبها على حسابي ما كاش هذه وانا قلت يعني باللي الحسابات السيرفيس نتاع الكونتابيليتي في اللجنه الاولمبيه محلول مفتوح وكاين نقدر نقول كاين صحفيين
طلعوا أكدوا منهم سي معمر جبور اطلع للكونطابيليتي وقعد يفيريفي ولا اوديتور. يلا نوصلوا حبيبة. نعم هناك يعني بعض الأسئلة يعني خاصة نوعا ما سيد بيراف، إذا كان ممكن جاوبنا عليها في عجالة. أسوأ فترة عاشها سيد بيراف مع وزير من وزراء قطاع الشباب والرياضة؟ مع الوزير السابق هذا الهادي ولا علي؟ نعم. كيف كانت معنوياتكم يعني يوم إنهاء مهامه؟ والله أنا ما عندي دخل في هذا الأمور، هو معين من طرف فخم من طرف الجمهورية ومن حين من طرف، وقلت لك أنا ما عنديش هذا سياسة الحقد وثقافة الحقد. لكن كل واحد راه في حسابه، كل واحد راه في مضربه. لكن كنت سعيد جدا بتعيين محمد حطاب. محمد حطاب نعم صديقك. لا ما ماشي ماشي ما كنتش يعني فرحان ولا هذا، لكن كان اشخاص تحب تخدم معاه. كنت يعني سعيد بتعيين الاخ هذا لانه هو رجل تاع دوله ورجل تاع موزون ومربي وبابت اولاد ويعرف عنده الميزانية وعنده الموضوعية، ونظن باللي هذا شيء عنده وزن في المجتمع. هل يطمح السيد مصطفى بيرافي أن يصبح يوما ما وزيرا لقطاع الرياضة؟ ما إيش في الطموح نتاعي أنا، وما وش في السن نتاعي أنا، ما رانيش نستنى باش نولي وزير. لكنك صغير مقارنه بوزراء اللي راهم حاليا في الحكم. يعني مثلا سي بيرافي قاعد وصل لك الان تليفون يقول لك السي مصطفى غدا ما شاء الله وزير الرياضه. وزير الرياضه نعم. انا واش تقول له؟ هذا يعني هذا سؤال عيشته في الحلم حبيبه. يلا روحي للسؤال الاخر. نعم. لو تم انتخابكم يعني على راس الفريق الاتحادي هذا ان شاء الله عمره ما يطرح. وبالك في الخير وبالك على الاقل تقول انه في المرتبه ان شاء الله تدخل ان شاء الله ان شاء الله عمره ما يطرح السؤال هذا. يعني في طموح كي تقول ان شاء الله يعني في طموح. لا 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 يعني ان شاء الله عمره ما تكون. لا ان شاء الله تكون. السؤال يعني لو تم انتخابكم على راس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اول شيء تقومون به؟ اول شيء ان نجمع الشمل ونرجع كاع الاخوان للتاريخ كما يقولوا المستقل، باش تتطور هذه الرياضه وباش تتنظم الامور ونعاود نجمع الفريق الوطني هذا كل توت كاتيجوري كونفوندي يعني سينيور كادي جونيور، وندير برنامج باش ان شاء الله الرياضه هذه تعاود تاخذ المكان المناسب لكل الجزائريين راهم حابين نكون فيها. كيف كان مستوى اداء رابح ماجر على راس العريضه الفنيه؟ رابح ماجر شخصيه ودوليه وقام بالشيء اللي يقدر. انا قلت بان لازم نشوفوا روحنا في المرايا نتاع الحقائق وناخذوا بعين الاعتبار النقائص نتاعنا وننطلقوا في العمل. عمري ما قلت يعني يروح ولا يريح ولا. لكن حتى ما كان عندك رأي في طريقة التدريب. ما طلعتش أنا على التدريب ومانيش مختص في كرة القدم. لكن تابع المباريات ككل جزائر. يلا لحقنا المرحلة حتى العجوزة يعني اللي في المارش تقول لك هذا ربح المارجل وكتش يروح. شوف أنا ما نقدرش يعني نصرح أشياء اللي مانيش منطلع عليهم. لان العجوزه ماهيش مسؤوله، انا راني مسؤول، ما نقدرش نهضر حاجه اللي يعني مانيش مليح مطلع عليها ومانيش متحكم مليح في الامور. لو خيرتم بين رابح ماجر ورابح سعدان من سيختار سيد بيراف؟ سعدان الشيخ تاعنا وشخصيه دوليه فيما يخص التدريب، وماجر شخصيه دوليه فيما يخص اللعب. ونظن باللي لازم كان في وقت مناسب كان لازم الماجر باش يدير دي فورماسيون كيما دارهم زيدان كيما دارهم لوران بلون كيما دارهم
يعني كان غير مكون ولو جيدان كان احسن لاعب في العالم، لكن راح ودار يعني تكوين تكميلي، دار لونيفرسيتي تاع ليمونج، وباش ولد مدرب كان مساعد يعني. كان مساعد مع المدرب نتاع ريال دو مدريد، ومن بعد قبل باش يدرب ريال دو مدريد باجور يعني ما عندها حتى معنى، وحتى اصبح شخصيه وين في 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 التدريب شخصيه دوليه. هل انت مع او ضد، سؤالا يعني قبل ان نختم، هل انت مع او ضد استخدام وحيد حالي روزيتش؟ استخدام وحيد حالي روزيتش يعني العارضه الفنيه للفريق؟ انا معاه باش يرجع ويعاود يعاود ينظم برنامج اللي يسمح للجزائر باش ترجع للمرتبات اللي كانت فيها. انا موافق وحاب باش أليلوفيتش يرجع. سؤال ما قبل الاخير سيد براف، انتم على راس اللجنه الاولمبيه منذ عام 1996، هل حولتم يعني اللجنه الى ملكيه خاصه؟ هل حولتوا اللجنه حولتموها يعني الى ملكيه خاصه من 1996 الى 2018، 22 سنه يعني؟ الحمد لله، نقول لك اليوم بان اللجنه الاولمبيه فيها يعني فيها وجه نظر في الخارج، عندها قيمه كبيره، وعندما يجي رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه السابق جاك روب ويقول من احسن لجان اولمبيه في العالم، نظن بها هذه مغفره. والرئيس الحالي يقول بان هذه اللجنه الاولمبيه الجزائريه من احسن لجان اولمبيه في العالم، هذه مغفره لينا كامل. ونقول لك بان هذا مجهودات مشتركه من كل الاطراف، من الرياضيين، من المسيرين، من الاخوان اللي مكونين اللجنه الاولمبيه، والشركاء، عندنا شركاء اللي قاموا بكل الواجبات. اليوم الحمد لله عندنا متحف، عندنا اكاديميه، عندنا يعني. انت راضي على المجهودات التي بذلتها يعني من اجل؟ راضي عليها وماذا بيا نزيد اكثر. راك تقول نزيد اكثر، وفي اخر تصريحاتكم قلت يعني بانكم سترحلون في حال بقاء الرياضه الجزائريه على حالها. لا، هل حددتم يعني اجالا للرحيل؟ كان فيه سوء تفاهم. انا قلت لو في تكلم معايا في 2021 لو نكونوا في نفس الطريقه باش نتحصلوا على نتائج كما تحصلنا في طاراغون، انا نستقل قبل من 2021. شكرا جزيلا حبيبي مكفودي. سي براف، احنا يعني العالم كل انظار الجزائريين وانظار العالم متوجهه نحو روسيا، شكون المنتخب اللي نصر فيه؟ نظن بلي فرنسا عندها الحظ باش تطلع بطل عالمي. بطل عالمي، يلا نشوفوا معنا حتلعب فرنسا في المقابلة النهائية. عطونا هذه الصور من فضلك. يا كرواتيا شكون كنت ناصر فيها؟ ماتش باب وبدلوا بين زوج بالمجهودات، كانت شوية الزار اللي سجل الهدف هو اللي رطى البيناتي يعني الرقم 2. تأسفنا كاع، لكن مبروك على كرواسيا، وكرواسيا بلاد شقيقة إن شاء الله يزيدوا في المزيد، عندهم إيكيب شابة. فيما يخص بلجيكا، راكم شفتوا الفريق الوطني اللي لعب معنا في 2014 تقريبا نفس الفريق اللي لعب لا كوب دي موند هذه. يلا شكون يعني هذه يقول باللي هذا يضم يبين بان فيه استقرار في الرياضه، كذلك لازم الاستقرار كما في السياسه. في الفينال شكون؟ فرنسا مع من؟ بالك مع انجلترا. يلا في انتظار المقابله النهائيه. نشكرك كثير السيد مصطفى براف. شكرا على حضورك معنا حبيبه محمودي. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا، كانت هذه فقره ضيف المورنينج لنهار اليوم. اما الان نروح الى الثقافه وماذا حضرت. تتواصل بسيدي فرج سهرات ليالي الكازيف بمشاركة فرق شابة تقدم للجمهور طبوعا غنائية منوعة. السهرة الثالثة وقعتها أصوات جزائرية محلية.
وجو بونس انا فين ما نمشي الحمد لله يعني تريتوار ناسيونال ما عنديش مشكل مع الجمهور. أمتع الفنان الكوميدي عبد القادر السكتور جمهور قاعة أحمد باي، عاش من خلالها عشاق الفكاهة لحظات متميزة في سهرة حضرها جمهور غفير تفاعل مع السكتور وبما قدمه من مشاهدينا الأفضل، العودة من جديد إليكم بفقرات المورنينغ في هذه الحلة الصيفية لهذا الموسم. إذن الآن راح نحكي حول مشاركة الجزائريين في المبادرات العالمية على غرار مبادرة الملكة، هذا البرنامج ليستهدف الشابات والفتيات اللي عندهم مبادرات إنسانية وخيرية قيمة، وبعدهم يعني بعد التنافس والتصويت حول المشاريع تتوج ملكة على العمل الخيري والتضامني في الوطن العربي. كنا استقبلنا من قبل مشاركة جزائرية في هذه النسخة، لكن اليوم أيضا حضرة مشتركة أخرى في النسخة الحالية 2018 خولة علاش لشركة بمشروع حول تحضير وتربية الطفل، هي حضرة معنا في البلاتو. صباح الخير خولة علاش، وشكرا على حضورك معنا. شكرا، صباح النور، صباح النور لكل المستمعين، أشكركم على الاستضافة. في البداية حابين نتعرفوا على خولة على شيء باختصار، يعني طالبة جامعية في أي تخصص؟ طالبة طب. ما شاء الله، يعني من المفروض أنه دائما نعرفوا أنه الطب الواحد يتجه ربما نحو مشاريع طبية اللي كانت في برنامج الملكة خلال نسخات سابقة على غرار ربما إنشاء مستشفيات أو مستشفيات متنقلة، لكن ربما أنت رحتي للجانب النفسي والسوسيولوجي لتربية الطفل، علاه تحديدا يعني؟ تقريبا علم النفس والطب متقاربين، كنت يعني كانت عندي اهتمام بمجال التربية، كنت أطالع كثيرا في هذا المجال، لذلك توجهت لهذا. قول يعني وشنو الكونسبت تاع المشروع تاعك في البرنامج؟ اولا برنامج الملكه هو اول فورمات عربيه يهتم بالكفاءات النسائيه من مختلف اقطار الوطن العربي، كل واحده لديها مشروع بعد عده مراحل، مرحله الحصول على تاشيره الدخول الى المملكه ثم الى القصر الملكي ثم الكرسي الملكي. شاركت وتوصلت الى المرحله النهائيه مع 21 متسابقه اخرى. مبادرتي هي طفلك مشروعك، التي تهتم بتدريب وتكوين الأولياء والمقبلين على الزواج من أجل تعلم مهارات تربوية، من أجل التعامل الصحيح مع المشكلات التربوية التي تواجههم. يعني حتاج كيف جاتك الأيدي، يعني فكرة المشروع خلاص؟ هي يعني مستمدة من الواقع، يعني كل مرة كنت ألاحظ مجموعة من السلوكات في المحيط العائلي ولا في المحيط بصفة عامة. يلا ما ديروش مشاكل مع العائلة، ما نقولوش في المحيط العائلي، لكن نقولوا على في المجتمع ككل، يعني نشوفوا اليوم تقريبا استقالة للأولياء من تربية الأطفال، ونشوفوا الكثير من المشاكل، الإدمان، الانتحار، اللي نقدروا نجنبوها بوقاية. يعني المركز هذا حيكون مركز وقائي علاجي إرشادي توجيهي، يلم كل المختصين والمؤهلين في مجال التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع من أجل أنه نكون نرافقه ونساعده الولي في أداء المهمة تاعه. وبين راح يكون هذا المركز؟ في الجزائر إن شاء الله. في الجزائر، يعني في الجزائر العاصمة ولا خير في الولاية أخرى؟ مازال في الجزائر. مازال يعني في ان شاء الله يعني يتحقق هذا الحلم. خولة، معروف انه المشاركات في برنامج الملكه دائما يحظوي يعني بدعم وثيقه وجوكر من الشخصيات المشهوره في المجتمع المدني في بلدانهم، انت في الجزائر شكون هي الشخصيات اللي دعمتك في هذا المشروع؟ اولا بديت مع جمعيه كف اليتيم بما اني عضو في ولايه سوق هراس، سيد احمد الحمدي، يعني نوجه له تحيه كبيره لدعمني. وفي ولاية عنابة كان مدير ثقافة معي إدريس بوديبة. في ولاية الجزائر كان السيد العرباوي رابح، رئيس جمعية كف اليتيم الوطني، نوجه له تحية كبيرة، يعني اللي هو قف معي وأبدأ استعداد تام لدعم تبني المبادرة ودعمها. الشخصيات، هناك شخصيات مختلفة يعني مجال الإعلام، من
المبادرة الحمد لله لقت يعني يلا. استحسان الجماهير ودعم كبير. حتى احنا اليوم في المورنينغ يعني ندعموك في هذه المبادرة. يعني راك في الفاينل يعني في النهائيات، هل خلاص مرحلة التصويت أم راهي في بدايتها أم مازال؟ الآن هي التحضيرات الكبرى لانطلاق الموسم الثاني من أجل أن نسافر لدبي وتبدأ الرحلة نحو الحصول على لقب العربي، لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية. يلا شكون أولى الناس ولا الشخصيات اللي توجه لهم نداء من أجل دعمك في هذا المشروع؟ راكي على المباشر في برنامج شروق مورنينغ وهاي الكاميرا أمامك، تفضلي. نوجه دعم الأول، نحب نشكر كل اللي ساعدني، كل الأصدقاء اللي وقفوا معي في فيسبوك، كلهم اللي يعاونوني باش وصلت للمرحلة النهائية. نوجه تحية كبيرة لكل الشخصيات اللي وقفت معايا، ونقول لهم كل مسؤول، كل شخص يعني يقدر يدعم مبادرة طفلك مشروعك يدعمها، لأنها مبادرة الجزائر ومبادرة المجتمع العربي ككل. وإن شاء الله يعني نحقق الأهداف النبيلة تاع المبادرة اللي هي إنشاء المركز إن شاء الله يا رب. حتى إذا فزتي أو لم تفوزي في برنامج الملكة، لكن هو مشروع قيم جدا، ونتمنى أنه يلقى الاهتمام من طرف السلطات المحلية، على الأقل ربما توفير المقر لأنه ما يحتاج إمكانيات كبيرة جدا هذا المركز. إن شاء الله يتحقق، يعني في هذه المرحلة بالذات نحتاج دعم كبير حتى نقدر نوصل إلى اللقب ونتحصل على دعم لإنشاء المركز. إن شاء الله تكوني أول جزائرية اللي تحصل على لقب الملكة. فقط ما تدعموش يعني برامج الفن والمواهب الغنائية، لكن أيضا هذه المبادرات الاجتماعية هي الأخرى تستحق الدعم. نقول لك بالتوفيق إن شاء الله خولة علاشة، أنت ومشروعك طفلك ومشروعك بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينغ، فاصل وبعدها جولة في أخبار نات وأهم جاء في مواقع التواصل الاجتماعي لنهار اليوم. زرقة البحر أمامهم وتحت مظلاتهم تناولوا غذاءهم، وعلى حبيبات الرمل افترش البعض زرابية، أما البعض الآخر فحط طاولات تجتمع عليها عائلته. تنوعت جلساتهم وتعددت أكلاتهم، لكن الجميع اتفقوا على إحضار وجباتهم من البيت بعيداً عن الأكلات الجاهزة. جبنا الماكلة معنا من الدار، حاجة بخوبخ نقية في بورت مونجي، جبنا الماء من الدار، جبنا نجو من الدار، حاجة نقية خاطرش تاع البرا تسمومات، تاع ماشي نقي، تاع الصح ماشي نقي. وبين البحث عن الوجبات الصحية والوجبات الأقل سعراً تعددت حجتهم، والهاجس واحد، تخوف من عدم احترام أصحاب المطاعم السريعة لشروط السلامة الغذائية. لازم نجيبوا الماكلة نقية طيبها لي المدام تاعي، فهمتي؟ واش نحب ناكل؟ قولي ما طيب لك ذا يديها معها، باسكو ماكلة تاع كارنطيطة وتاع البيتزا ذوك الزيت ما يبدلوهاش، هاشك مدودين مقلق دم. الماكلة نجيبو من الدار، نجيبو حاجة خفيفة باش تقام شوية موانشر. على أمواج البحر ونسماته اختار المصطافون قضاء أوقاتهم، غير أن الابتعاد عن أكلات المطاعم أمر ضروري حتى تكتمل متعة الجلسة. عودة من جديد لكم مشاهدينا، كنت نعمل الفلوج دعم خولة علاش على صفحة الانستغرام، ونطلب من كل ليزانفلونسر وأيضا كل الصفحات أنهم يدعموها في برنامج الملكة. نختم جولتنا إذا بأخبار نات وجولة في العالم هذا الصباح. جولة في البداية حتكون رياضية بامتياز، البارح كانت فرحة عارمة عند أنصار المنتخب الكرواتي في المقابل أنه أنصار المنتخب الروسي تلقاوها